السلام عليكم. من انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على السلطة في سبتمبر من العام 2014 عمدت الميليشيا على إسكات كل الأصوات المخالفة للانقلاب وتم اعتقال المئات غالبهم مدنيون. قبل أيام أفرجت ميليشيا الحوثي عن المعتقل محمد الظاهر الذي تعرض للتعذيب حتى أصيب بالشلل وفقد القدرة على الكلام. قبله بأيام تعرض المواطن عادل الزوعري للتعذيب حتى الموت في سجون الميليشيا. لم تعد حوادث تعذيب المدنيين مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة يمارسها الانقلابيون بشكل ممنهج تحت مرأى ومسمع العالم. المنظمات المحلية والدولية لم تلتفت لهذه الانتهاكات المتكررة في سجون الميليشيا، باستثناء موقف يتيم صدر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان صرحت فيه عن 12 شخصا قتلوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع منذ بداية العام الجاري فقط. ولذا يتساءل الضمير الإنساني، لماذا تواجه هذه الظاهرة بالصمت الدولي رغم استمرار عمل مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في صنعاء؟ وما هي مخاطر انتشار هذه الظاهرة على المجتمع؟ وما الذي يدفع الميليشيا لارتكاب مثل هذه الفظائع الخارجة عن الإنسانية والعرف وأخلاق الحرب؟ برنامج المساء اليمني لهذه الليلة يفتح ملف المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع. سيكون معنا للنقاش في الاستوديو المنسق القانوني بمنظمة الكرامة الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك ومرحبا. إذن مشاهدينا نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد المقبلي، ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. خلف القضبان يعيش المختطفون وجعا صامتا لا يسمع به أحد ولا تراه عيون في سجون غير مرئية ممنوعة من الشمس والهواء وعيون الزوار. يستيقظ الأهالي على أخبار أقاربهم المختطفين بين من هو على سرير المرض بعد التعذيب أو من تم إطلاق سراحه مغمض العينين قد فارق الحياة. كل شيء وارد في ظل سلطة انقلاب ازدهرت فيها المعتقلات وتضاعفت فيها متاعب اليمنيين وجروحهم المفتوحة، بينما يعيش النسيج الناشئ للعمل المدني والحقوقي بين الغياب والتغييب. فمنذ اللحظات الأولى للانقلاب برزت ظاهرة التعذيب في المعتقلات في مجتمع كان لا يزال يحتفظ بالحد الأدنى من احترام كرامة الخصم وإنسانية الإنسان. كان الشهيد صالح البشري هو أول مختطف يلفظ أنفاسه في ظلام معتقلات الانقلاب تحت التعذيب، واستقبله أقاربه جثة هامدة. المختطف عادل الزوعري وجدت جثته يوم الاثنين الفائت جوار مستشفى الشرطة بصنعاء بعد تعرضه للتعذيب الشديد في سجون الانقلاب ما أدى إلى وفاته. وفي ذات الأسبوع توفي المختطف المهندس ياسر الناشري بعد أن خرج من السجن مشلولا جراء التعذيب ليموت بعدها بأيام. مدينة دمت في الضالع هي الأخرى استيقظت على خبر خروج الشاب محمد الظاهري أحد المختطفين، وتظهر حالته الصحية في وضع متدهور ونداءات إنسانية مستمرة لتسفيره خارج البلاد ليتلقى العلاج المناسب لمختطف تم تعذيبه حتى الشلل وفقدان الذاكرة. تضاعفت حالات التعذيب في سجون الانقلاب حتى أصبحت ظاهرة مسكوتا عنها من قبل المنظمات الإنسانية والدولية وسط دور حكومي باهت وجهات غير معنية بالواجب الإنساني في كشف الجرائم وتوثيقها. الحاضر اليتيم في مجال النضال المدني للدفاع عن المختطفين هي رابطة أمهات المختطفين التي نفذت وقفة غضب يوم الخميس الفائت أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء تنديدا واستنكارا بتعذيب أبنائها المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي حتى الموت، واستغلال بعض المختطفين إعلاميا وتصويرهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. المختطفون وجع خلف القضبان وتعذيب يتضاعف ومعتقلات تطلق جثة هامدة أو مشلولة، ومجتمع بات يتعامل مع ظاهرة التعذيب كأحداث قهرية، ومنظمات إنسانية تتعامل مع حالة الانتهاك بحق المختطفين بضمير مستتر ومعطوب في ذات اللحظة. نحن لا نريد الدماء، نحن لا نريد المسدسات، لا نريد القتال. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا هذه اللقطات وهذا التقرير. أستاذ محمد، وفق هذه المشاهد التي لربما تغيب عن الكاميرات ما هو أفظع منها بكل تأكيد، المنظمة العربية لحقوق الإنسان صرحت أن هناك 12 حالة تعذيب حتى القتل في سجون الميليشيا، ولربما هذا التصريح أو الرقم الوحيد المعلن بحسب آخر الأنباء عن حالات تعذيب بداخل
سجون الميليشيا وسط صمت كما يوصف من قبل الكثيرين، كيف تعلق على هذا الرقم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز ولقناة بلقيس على الاهتمام بهذه القضايا المهمة، ومساء الخير للجمهور المشاهدين الأعزاء. أخي العزيز، في الحقيقة الحديث عن قضايا التعذيب في سجون ميليشيات الحوثيين وصالح، يعني هذه واحدة من أخطر قضايا أو الملفات الإنسانية في اليمن. عندما نتحدث عن مسألة التعذيب حتى الوفاة في سجون الحوثيين وصالح، نستحضر جملة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: الاختطافات والاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، ثم التعذيب. بعد ذلك يأتي الحديث عن التعذيب أيضا حتى الوفاة، يعني هي جرائم متراكمة في سياق جريمة واحدة هي التعذيب. اليمن طبعا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي فهي ملزمة بموائمة التشريعات المحلية بما يتناسب مع مضامين اتفاقية مناهضة التعذيب من جهة، ومن جهة أخرى تلزمها اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإجراءات التي يفترض أن يتم الالتزام بها. أن نتحدث عن 12 حالة للتعذيب حتى الوفاة في سجون ميليشيات الحوثيين وصالح خلال هذا العام 2016 بحسب تقرير اللجنة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن، في الحقيقة هذا جزء فقط بسيط من جبل الثلج حول هذه الجريمة البشعة المأساوية التي يعني تعاني منها أو يعاني منها المجتمع اليمني. نستحضر عند الحديث عن مسألة التعذيب في سجون ميليشيات الحوثيين وصالح تحالف الانقلاب في اليمن عن أبشع تحالف شهده تاريخ اليمن من حيث التوحش في معاملة المجتمع اليمني والكرامة الإنسانية. هناك سجل حافل من جرائم التعذيب يحظى بها نظام صالح أولا، وأنا كنت واحدا من اشتغل على تقارير جرائم التعذيب في سجون بعض السجون الحكومية خلال فترة نظام حكم صالح، وقدمت إلى لجنة مناهضة التعذيب، وكان لهذه التقارير صدى جيد على مستوى لجنة مناهضة التعذيب وإدراج التوصيات التي تقدمنا بها ضمن توصياتها للحكومة اليمنية، التي أحيانا غاب وفد الحكومة اليمنية عن جلسات لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 2009 عندما كان يتم مناقشة التقرير الوطني المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب حول مستوى تنفيذ الاتفاقية من طرف الحكومة اليمنية. نستحضر في هذا السياق جرائم التعذيب والإخفاءات القسرية وسوء المعاملة والزنازين الإنفرادية والحرمان من أي اتصال للمعتقلين بالعالم الخارجي، خصوصا في سجون الأمن السياسي والأمن القومي التي لا تخضع لقانون تنظيم السجون التابع لوزارة الداخلية. نتحدث أيضا عن جرائم تعذيب حصلت في البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية في ظل النظام السابق. أما الطرف الثاني في تحالف الانقلاب في اليمن، فهناك سجل أكثر بشاعة ودموية وتوحشا من سجل صالح، وهم الحوثيون. التعذيب والاختطافات واتخاذ الناس رهائن وإهانة الكرامة الإنسانية ثقافة متجذرة لدى الحوثيين باعتبارهم امتداد للإمامة في اليمن وحكم الأئمة في اليمن. نتذكر أن الإمامة في اليمن كانوا يمارسون التعذيب بأبشع صوره ضد المختطفين والمعتقلين. يا رجل، يكفي أن نتحدث عن أسماء السجون التي كان يودعون فيها الضحايا، أسماء السجون من خلال الأسماء: الرادع، الرادع والزاجر وما أشبه ذلك. هذه الأسماء التي توحي بنوع من الرهبة في محاولة بالطبع لدى الإماميين لإسكات أي صوت آخر لإرهابهم لكذا، كان هناك تعذيب بشع. أتذكر أيضا في هذا السياق معذرة أنه كان هناك أيضا أثناء الحكم الشمولي في جنوب اليمن كان هناك انتهاكات فظيعة وتعذيب وسجون رهيبة
يتم اعتقال المعارضين والناشطين السياسيين فيها. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ محمد، لكن ينضم إلينا الآن الناشط السياسي علي الحقب، وهو أحد أقارب المختطف محمد الظاهري. مساء الخير سيد علي. مساء النور. أولا أوجه شكري لقناتكم قناة بلقيس لإذاعة الإعلام المتميز، وأشكركم لتسليطكم الضوء على قضية الأسير الجريح محمد. يعني وأنت أحد أقارب الضحية محمد الظاهري. سيد علي، محمد الظاهري عذبته الميليشيا، لك أن تحكينا عن وضعه الصحي الآن وما الذي حدث معه بالضبط؟ أبشركم تم إطلاق سراح صلاح هذا اليوم، وهو في حالة صحية سيئة جدا نتيجة الإهمال الذي تعرض له بشكل متعمد، وهو يعاني من شل الشلل وفقدان النضج نتيجة الإهمال والتعذيب، إذا حدث تعذيب. نعم. وسوف تجرى عملية بعد الغد. يعني هي بكل تأكيد أمر صعب أن نشرح تفاصيل حوادث اعتداء وتعذيب لمختطفين ومن الأقارب، لكن ما هي حالته الصحية الآن؟ من هم الذين يتواجدون برفقته؟ هل هناك عناية صحية كافية أو جيدة تحاول تصحيح ما يمكن تصحيحه لصحة محمد؟ يا سيدي الفاضل، هناك طبعا رائدة يقوم بالمتابعة وتم نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية عاجلة بعد بكرة، وهو بحاجة إلى نقل إلى العلاج بالخارج. في هذه الحالة هل من معلومات حول السبب الذي احتفظت به ميليشيات الحوثي على محمد الظاهري على الرغم من مرضه؟ لحتى الآن لم يعني تظهر تفاصيل. من فترة بسيطة تم معرفة مكانه، تحديد مكانه، وكان يعني موجود بالمستشفى العسكري بدون أي معلومات عنه، حتى في المستشفى إدارة المستشفى لم تكن محتفظة بالسجل باسمه. نعم. الآن بعدما تسلمتم أو سلمت أهل السلمة أقارب وأهل محمد الظاهري السلمة، ما الذي ينوون فعله الآن؟ نحن نحاول إخراجه أولا من صنعاء وتسهيل إجراءات السفر للخارج، لأنه بحاجة إلى عناية طبية. أعتقد أن في ظل هذه الأوضاع في اليمن هي غير متوفرة. نعم. طيب يعني هناك حاجة ماسة أستاذ علي لتلقي محمد للعلاج في الخارج، هكذا فهمنا منك من كتابات لك على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، أنا هنا عبركم أوجه رسالة لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التدخل والعمل على نقل إلى الخارج الدول لعلاجه. نعم. إذن السيد علي الحقب الناشط السياسي وأحد أقارب المختطف محمد الظاهري كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، هذه الصورة لمحمد الظاهري هي صورة بكل تأكيد مؤلمة، هل هناك تفاصيل أكثر عن حالات الاختطاف التي تجري وربما ما زالت مستمرة من قبل الحوثيين وحالات التعذيب أكثر مما هو واضح أو مما هو يعني يعلن من قبل منظمات المجتمع المدني التي تهاجم من قبل كثيرين على أنها لا تؤدي دورها على الأرض؟ يا
يعني في الحقيقة أخي العزيز، دعني أقول لك كما أشرت في البداية، هذه الصورة هو الجزء الظاهر من جبل الثلج، وهناك ما هو أشد من هذا الوضع. هناك سجون سرية تم إنشاؤها مع بدء الانقلاب أو في بداية الانقلاب على السلطة من قبل تحالف الحوثيين وصالح في سبتمبر 2014. هذه السجون السرية يمارس فيها التعذيب على نطاق واسع. كنا نتحدث أحيانا مع بعض الضحايا، ضحايا التعذيب الذين أطلق سراحهم من سجون سرية، سواء إبان سيطرة الحوثيين أو احتلال الحوثيين لمناطق الجنوب في عدن وأبين ولحج. كان هناك جرائم تعذيب بشعة في حق الضحايا وتعريض حياتهم للخطر. أحيانا يتم احتجازهم في أماكن، يعني إما مواقع عسكرية أو أماكن استراحة لمقاتلي الحوثيين، وليست سجون يعني تابعة للسلطات أو للحكومة. وأحيانا يتم اختطاف الأشخاص هؤلاء الضحايا إلى مدن سكنية أيضا، وفي تلك المدن السكنية يتعرضون لتعذيب رهيب. تحدثت شخصيا على الأقل مع عدد من الحالات التي أطلق سراحهم، إما في سياق تبادل أسرى، صفقات تبادل أسرى، أو أطلق سراحهم بعد أن يعني توصلت الميليشيا إلى قناعة بأن هؤلاء ليس لديهم أي معلومات فيما يتعلق بالمقاومة أو ما أشبه طيب ذلك. هم اعتقلوا على أساس أنهم أسرى أم أنهم مدنيون؟ في غالب الأحوال يتم اعتقال هؤلاء الضحايا من نقاط تفتيش التابعة للحوثيين وهم مدنيون وعزل من السلاح، وأحيانا يتم اختطافهم من المساجد وأحيانا من البيوت. في كل الأحوال حتى الذين هم أسرى حرب أيضا يتعرضون لسوء المعاملة. ولكن من المؤسف أيضا أن كثير من الحالات التي يعلن عنها هي لضحايا مدنيون، لضحايا مدنيين تم اختطافهم وهم عزل عن السلاح وليسوا في ساحة معركة، ويتم معاملتهم معاملة سيئة للغاية. إذن هناك سجون سرية للحوثيين أثناء أنشأت من بعد الانقلاب. نتذكر أيضا أن هناك سجون سرية استخدمت من قبل، سواء في ظل نظام صالح أو الذي كان يزج بها بالمعارضين، خصوصا مع أحداث المناطق الوسطى، وكان هناك العديد من الحالات التي ظهرت إلى العلن وعبر وسائل الإعلام. كان بعض الحالات هذه تم الاشتغال عليها وكشفت عن واحد من أخطر الملفات. ربما كان هناك أيضا بعض الناشطين الذين اشتغلوا على هذا الملف، وهو ملف الإخفاءات القسرية في الثمانينات، وكان بعض الناشطين أطلقوا حملة الجدران، تتذكر صورهم في اليمن، وكان لهذه الحملة صدى واسع. هذه واحدة أيضا من الملفات الخطيرة التي تعد امتداد لي الجرائم التي وصلنا إليها. طيب الآن اسمح لي فقط أيضا أن أضيف أنه حتى في ظل سيطرة الحوثيين على محافظة صعدة كان هناك سجون سرية أيضا اختطف فيها الناس، وهناك مختطفون من أبناء صعدة حتى هذه اللحظة لا يزالوا رهن الإخفاء القسري، لا أحد يعرف ما مصيرهم ولا أين محتجزون. هناك بعض الناشطين المقربين من جماعة الحوثي تحدثوا أيضا عن هذه السجون السرية وبإسهاب وتكلموا عنها، ومع ذلك للأسف الشديد هناك تغاضي واضح من بعض الفاعلين الدوليين عن تحريك مثل هذه الملفات أو الاشتغال عليها بشكل طيب إيجابي. الآن هل هذا الحديث عن هذه الجرائم التي كانت تحدث قبل فترة 2011 كما تفضلت أنت في أحداث المناطق الوسطى تكشف، أو هي سبب عدم رغبة الموالين لصالح عندما كان هناك مؤتمر الحوار الوطني للهروب من موضوع العدالة الانتقالية والخروج من كثير من الأمور التي تؤسس إلى محاكمات لهذا النظام الذي كما أسهبت يعني أذخن في حق اليمنيين، هل كان ذلك هو السبب؟ يعني بالفعل هذه واحدة من القضايا التي يستدل من خلالها على مدى بشاعة وفظاعة المأساة ما يتعلق بملف المخفيين قسريا وجرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. كان هناك واضح تهرب واضح من طرف نظام صالح وأركان النظام من يعني أي خطوة جدية في محاولة كشف الحقيقة أمام أهالي الضحايا الاختفاءات القسرية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إبان يعني حكم صالح.
يعني ليس فقط في قضايا الإخفاءات القسرية التي تمت يعني في ظل في أثناء أحداث المناطق الوسطى، ولكن حتى أيضا في أحداث ثورة فبراير 2011 كان هناك العديد من الانتهاكات، وبدلا من محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات جرت منح حصانة من الملاحقات القضائية يعني أركان النظام صالح في جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي استنكرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولكن أيضا بسبب يعني تضارب ربما مصالح الفاعلين الدوليين ومحاولة توظيف ملفات حقوق الإنسان في سياق الصراعات السياسية أو صراعات النفوذ تم التغاضي عن هذه القضية. أتذكر أيضا أنه حتى حكومة الوفاق التي جاءت بموجب المبادرة الخليجية كان هناك خطوات جيدة أقدمت عليها وزيرة حقوق الإنسان، وهنا يعني تستحق الإشادة الدكتورة حورية مشهور عندما تم الموافقة على اتفاقية دولية لمكافحة الإخفاء القسري. يعني وافقت الحكومة على الدخول في هذه الاتفاقية، ولكن وسائل إعلام التابعة لصالح شنت هجوما شرسا على حورية مشهور، واتهمت بأنها وافقت على اتفاقية حقوق المثليين كما كانوا يزعمون في محاولة لتشويه صورتها أمام الداخل اليمني، ومحاولة إلهاء اليمنيين والقضايا والحقوقيين الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان يعني عن القضايا الحقيقية. هذا يدل على يعني عمق أو طريقة تعامل الآلة الإعلامية لنظام المخلوع ولمن يتحالف معه مع الانقلابيين في ذلك الوقت. لكن الآن كيف يعني هناك مدنيين وكذلك الكثير من يختفون دون أسباب، ميليشيات الحوثي والانقلابيين كيف تبرر هذه الأمور أمام من تخاطبهم تحت أي مبرر؟ أخي العزيز، يعني هم يشتغلون بذكاء يعني في الحقيقة فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان وبجهد في محاولة لإلهاء المنظمات الدولية، ويستغلون أيضا بعض الثغرات سواء يعني بعض الثغرات في الجانب الآخر سواء من طرف الحكومة الشرعية أو التحالف العربي أو أخطاء التحالف العربي لإلهاء المنظمات الدولية خصوصا الأمم المتحدة وأدوات القانون الدولي عن بعض الملفات والجرائم الخطيرة لحقوق الإنسان، محاولة للمقايضة على جرائم حقوق الإنسان الخطيرة التي يرتكبها تحالف الحوثيين وصالح بانتهاكات أو ما يحصل من وكأنهم يقايضوها يعني. بالضبط، ما يعني محاولة للمقايضة على هذه الجرائم أو إلهاء المجتمع الدولي عن متابعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وهذه الملفات الخطيرة بما فيها مسائل الإخفاء القسري والتعذيب حتى الوفاة في سجون هذه الميليشيات. يعني نتحدث أخي العزيز عن آخر تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي أعلن عنه قبل أيام. التقرير أشار بوضوح إلى يعني أنه يرصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشار ركز على مسألة الانتهاكات في سياق ضربات التحالف العربي أو الغارات الجوية، ولكنه في نفس الوقت لم يعني يذكر أو لم يتطرق بشكل مفصل إلى الجرائم الخطيرة التي نتحدث عنها الآن وهي جرائم التعذيب حتى الوفاة في سجون ميليشيات الحوثيين. أشار إليها في سياق سريع في البيان الصحفي الصادر عن بمناسبة إطلاق التقرير، لكنه لم يتعمق في مسألة هذه في البحث عن هذه القضايا ومقابلة الضحايا أو الوصول إلى الضحايا، كما أنه حاول أيضا حتى التشكيك في عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، وقال أنها عاجزة عن ممارسة ولايتها وفقا للمعايير الدولية لتقصي حقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان. إذن النقطة المهمة في هذا السياق هو أن هناك يعني جهود يبذلها تحالف الانقلاب في اليمن لإلهاء المنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من أدوات القانون الدولي لحقوق الإنسان والوكالات التابعة للأمم المتحدة، إلهائها عن متابعة جرائم انتهاكات لحقوق الإنسان خطيرة للغاية في اليمن في مقدمتها التعذيب والتعذيب حتى الوفاة وسوء المعاملة ويعني أيضا جرائم الاختطافات والإخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية.
طيب هذا الأمر يتم بصورة يعني مقصودة من قبل الـ يعني في الأخير ما يحدث من منظمات المجتمع المدني سواء الخارجية أو الداخلية التي يعني تغض الطرف إن صح التعبير عن هذه الجرائم، هل يتم بصورة متعمدة أم أنه يتم في سياق مثل ما تفضلت أن ميليشيات الحوثي تقوم بتشتيت انتباه هذه المنظمات؟ يعني هي في الحقيقة عدة عوامل، أولا ربما أن هناك قصور في أداء، يعني ربما مثلا يعني رغم الجهود الجيدة والملموسة لوزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي، ولكن أيضا هناك بعض الأعمال المهمة من الناحية الفنية والتقنية فيما يتعلق ب يعني كتابة تقارير انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمها لآليات وهيئات الأمم المتحدة ومتابعتها. المسألة لا يعني لا نكتفي فقط بما ينشر في وسائل الإعلام، هناك تقنيات معينة ومواعيد محددة لتلقي تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما، يجب تقديمها في وقتها المحدد ومتابعة أيضا الخبراء المعنيين في الانتهاكات كلهم في مجال تخصصها التابعين للأمم المتحدة، أيضا وضع استراتيجية واضحة يعني مواجهة هذا الجهد الذي يبذله الانقلابيون لتشتيت اهتمامات المنظمات الفاعلة. طيب دعنا نتحدث أكثر عن هذه النقاط، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نعود لاستكمال النقاش القومي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد، كنت تتحدث عن الاستراتيجيات والطرق التي يجب اتباعها في تقديم هكذا تقارير والتعامل مع المنظمات الدولية، هل يعني هذه تؤثر في طريقة التعاطي مع مسائل أخلاقية ومع مسائل إنسانية جدا، ليست حالات فردية باتت يعني تشابه الممارسات الدائمة والممنهجة في حق اليمنيين؟ أخي العزيز، يعني منذ وقت مبكر أظن منذ 2007 عندما بدأت أعمل على تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خصوصا في الأربع قضايا رئيسية: الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، كان هناك العديد من التوصيات والشكاوى الفردية التي قدمناها إلى آليات الأمم المتحدة، وكان يصدر بشأنها أيضا توصيات من طرف الآليات الأمم المتحدة تلزم الحكومة اليمنية بتنفيذ هذه التوصيات أو ببعض الخطوات الإجرائية. ولكن في نفس الوقت كان نلاحظ أن هناك غياب كبير للمنظمات المجتمع اليمني عن متابعة هذه التوصيات والضغط على الحكومة اليمنية باتجاه السير في تنفيذ هذه التوصيات. ما كانت أسباب برأيك؟ ربما أحيانا القصور في أداء يعني في فهم طريقة شغل أو آليات عمل أدوات آليات الأمم المتحدة والهيئات التعاقدية في الأمم المتحدة، أو ربما أيضا جانب القصور المادي أحيانا لدى بعض المنظمات المجتمع المدني التي لديها حرص على العمل الحقوقي ولكن ينقصها الإمكانيات المادية اللازمة. كان هناك نوع من الاحتكار أيضا حتى لموارد التمويل من المنظمات الغربية والمانحين الغربيين لنشاط الحقوقي في اليمن، كان يقتصر أحيانا النشاط الحقوقي في اليمن لبعض المنظمات التي تحصل على تمويل جيد فقط في القضايا الهامشية، يعني التي لا تصب في صميم القضايا الحقوقية المهمة ذات أولوية. أقصد يعني نعم هناك حقوق الإنسان كلها يتجزأ، ولكن هناك أولويات في قضايا حقوق الإنسان، الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية هي أولوية مهمة في مسألة العمل أو الشغل على قضايا حقوق الإنسان. أيضا هناك نوع من التجربة لتحالف الإنقلاب في التعامل مع الملفات الحقوقية، سواء ما يتعلق بطرف الحكومي التابع لنظام صالح من خلال الشغل الذي كان يحرص على تلميع صورة النظام الحاكم أمام هيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، وهي مهمة معروفة لدى يعني تمارسها كل الوفود الحكومية التابعة للأنظمة العربية فيما يتعلق بالحديث عن انتهاكاتها أمام آليات الأمم المتحدة. يعني كان كل جهدها هو الحديث
الحديث فقط عن يعني الجانب الإيجابي أو الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان ومحاولة تلميع حالة حقوق الإنسان في البلد والرد على أي حديث عن الانتهاكات، وكذلك ربما التشريعات التي باتت على ورق ولا تنفذ على أرض الواقع. نعم. مثل ما تفضلت. نعم. توقيع الاتفاقيات ولا تنفذ هذه الاتفاقيات في صحيح طريقة. رغم أن اليمن قطعت شوط كبير في الحقيقة في الجانب التشريعي وخاصة التشريع الدولي لحقوق الإنسان. أيضا كان هناك تجربة يعني إيجابية، يعني تجربة أقصد بصرف النظر إن كانت صائبة أو على خطأ، لطابور طويل موالي لميليشيات الحوثيين اشتغل على مسألة المظلومية طوال السنوات الماضية، ولكنه في الحقيقة عندما كان يشتغل على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان تتعرض لها جماعة الحوثيين، يعني هذه الجماعة كان يهيئ هذه الجماعة لتصبح جلاد في يوم من الأيام كما نشاهد اليوم، ويعني وبالتالي هو استغفل استغفل طويلة. سواء رفاقهم من المدافعين عن حقوق الإنسان على المستوى اليمني أو استغفل حتى أيضا أدوات القانون الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي كانت تشتغل على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها جماعة الحوثيين أحيانا، واليوم يستند على هذا الموروث من المظلومية لتبرير ولتلميع صورة جماعة الحوثيين وجرائمها وانتهاكاتها. ربما أحد أهم الأدوات التي يعني يتعامل معها الآن عدم وجود أصوات تتحدث بشكل كبير من داخل المدن التي يسيطر عليها حول مظلومية الناس هناك، باستثناء لربما نموذج ورابطة أمهات المختطفين. تنضم إلينا الآن أستاذ محمد السيدة نجلاء أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، للحديث أكثر حول ما يقومون به بخصوص موضوع المختطفين. مساء الخير سيدة نجلاء. أهلا بكم أستاذة نجلاء. من خلال تواجدكم في الميدان وكذلك قربكم من أهالي المختطفين، هل ما حجم المعلومات الواردة حول حالات التعذيب في سجون الميليشيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التعذيب الوحشي الذي يمارس في سجون الحوثي وصالح هو واحدة من ضمن الممارسات الإنسانية التي تقوم بها جماعة الحوثي. جماعة الحوثي منذ سيطرتها على الأوضاع في العاصمة صنعاء، وهي تقدم على كثير من الممارسات اللا إنسانية في حق المواطنين، من اعتقال تعسفي، إخفاء قسري للمعتقلين، التعذيب الوحشي، بل وحتى استخدام المختطفين هؤلاء كدروع بشرية. كل هذه القضايا أو الممارسات اللا إنسانية في حق المختطفين قد ترفع لمستوى جرائم الحرب. والكم الهائل الذي يصلنا من قضايا التعذيب من خلال أسر المختطفين يجعلنا بالفعل نشعر أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية تمارس جرائم الحق في حق أبناء شعبنا اليمني. طيب هل سبق وقابلتم أي مسؤول أممي أو ممثلي منظمات دولية تعرضوا عليها ملفات المختطفين المدنيين، منهم ما يتعرضون له؟ عرضنا على المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، بعض أهالي المختطفين ذهبوا إلى المفوضية برفقتنا وعرضوا عليهم قضايا التعذيب. ما كان ردهم؟ لها المختطفين أيضاً اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولم يتفاعل معنا مع قضية التعذيب، وأصرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن قضيتهم الأساسية هي المخفيين فتراً، ولم يجد أيضاً أي ناتج لتحركاتهم في هذا المسار. تواصلنا أيضا مع منظمة العفو الدولية وأيضا لم نجد صدى لمثل هذا التواصل. طيب هناك تساؤل من الأستاذ محمد الأحمدي هنا منسق منظمة الكرامة، تفضل. فقط أريد أن أؤكد على مسألة سؤالك عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أيضا ماذا كان ردها يعني، وما هي الخطوات التي بماذا وعدتهم، كيف أبدت، هل أبدت تفاعلها مع القضايا والشكاوى التي قدمت؟ أستاذ نجلاء، هي أبدت بالفعل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أبدت تفاعلها مع قضايانا، لكن لم نجد خطوات عملية أو لم نجد ناتج على قضية المختطفين. فالمفوضية ما زالوا هم نفسهم محرومين أو ممنوعين من دخول السجون ومن زيارة المعتقلات ومن الحديث مع السجناء، وبالتالي لا نجد ثمرة أو ناتج من تواصلنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. طيب هل هناك جهات دولية أخرى أو منظمات أخرى بخلاف المفوضية أبدت نوعا من التعاون معكم؟
حتى الآن كل المنظمات التي تواصلنا معها تبدي التضامن، لكن لم نجد أي خطوة عملية يمكن أن تساعد في رفع هذه المعاناة عن المختطفين وعن أهاليهم وفي إيقاف هذه الممارسات الإنسانية بحق السجناء. هناك تساؤل، نعم أستاذ نجلاء، هناك تساؤل آخر من السيد محمد الأحمدي هنا. تفضل أستاذ. يعني أيضا سلطات الأمر الواقع، نعم. مكتب النائب العام، هل كان هناك أي تواصل مع مكتب النائب العام مثلا؟ صحيح أنه معين من طرف الحوثيين، ولكن على الأقل كجهة قضائية معنية بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تصلها، هل كان هناك تواصل مع مكتب النائب العام وما هو التحرك الذي أقام؟ تفضل أستاذ نجلاء. نعم سيدي، زرنا النائب العام برفقة عدد من أهالي المختطفين، وعرضنا عليهم موضوع التعذيب، وأنكر وجود أي تعذيب في سجون الحوثي، أنكر وجود أي تعذيب في سجون الحوثي. وذكرت له إحدى زوجات أحد المختطفين أنها وجدت آثار التعذيب في زوجها، فأنكر وقال لا يوجد أي تعذيب في سجون الحوثي. طيب في حال أنه ليس هناك تعذيب، تفضل يا أستاذة. نعم، في حال أنه ليس هناك تعذيب، العام لم يتفاعل. نعم، لم نجد أي تفاعل من النائب العام مع قضايانا، رغم زيارتنا له في مكتبه ورغم وقوفنا المتعدد أمام مكتب النائب العام، لكن لم نجد أي تفاعل له في قضايانا وفي عرض قضايانا أمامه. حوادث التهجم عفوا على الاعتصامات التي تنظمها الرابطة، هل تكررت؟ الأستاذ محمد الأحمدي، أستاذ نجلاء يتساءل عن حوادث محاولة التهديد من قبل ميليشيات الحوثي، وكذلك هناك سياقات اعتداءات تمت في بعض الحالات، هل لا زالت تتكرر؟ ما مدى مقدار هذه الحوادث من قبل يعني الأفراد الذين يواجهونكم أثناء قيامكم بالمظاهرات والفعاليات؟ الحالة الأكبر في التهجم كانت أمام مكتب النائب العام، وخرجت النساء اللواتي تهجمن على أمهات المختطفين من داخل مكتب النائب العام. حاليا هناك بعض الاحتياطات الأمنية التي تمارسها الرابطة حتى لا ينتشر خبر الوقفة، بحيث أنها تتم الوقفة بشكل مفاجئ للجماعة. يوم الخميس كانت لدينا وقفة للتنديد بحالات التعذيب والتعذيب حتى الموت، وتم تعزيز الموجودات بأنهم سيعتدون على الوقفة وسيأتون بنساء تعتدي على النساء الموجودات، فتم فض الوقفة وذهاب الأمهات إلى بيوتهم. طيب أستاذ نجلاء، هل من كلمة أخيرة تودين أو رسالة تودين إيصالها لمن يتابع هذه القناة أو من هو في موقع المسؤولية تجاه أهاليكم في أنتم في رابطة أمهات المختطفين؟ نحن نطالب بدرجة أولى بتشكيل لجنة تحقيق دولية في قضايا التعذيب، وبالذات قضايا التعذيب حتى الموت الذي تعرض لها كثير من المختطفين، لأننا نشعر بقلق على أبنائنا المختطفين والموجودين حاليا في سجون الحوثي أن ينصيروا إلى ما صار إليه عادل الزوعري وياسر الناشري وغيرهما من الذين قضوا تحت التعذيب. فنطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة أو للتحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة المتسببين فيها. السيدة نجلاء أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ محمد، في حال كان يعلم الناس مكان تواجد أبنائهم لربما ذلك خفف الأمر، في حال تواجدت أنباء عن حالتهم الصحية لربما ذلك خفف الأمر. ألاحظ في لهجة الأستاذة نجلاء وفي لهجة الكثير مما يتواصل أو نتواصل معه بخصوص رابطة أمهات المختطفين، هناك مقدار من الألم في أحاديثهم، ربما هذا الألم ينتج عن الغياب، غياب المعلومات. هل هذا يأتي في سياق ممارسات تعذيبية لأهالي هؤلاء المختطفين أيضا خارج نطاق من هم بداخل المعتقلات؟ أخي العزيز، أولا أنا في الحقيقة أعجز عن التعبير عن يعني الشكر والإعجاب والتقدير لشجاعة هؤلاء الأخوات والأمهات اللواتي يواجهن غطرسة ووحشية ميليشيا لا تستشعر أدنى مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الإنسان وكرامة الإنسان وتجاه هذه القضايا والمعاناة التي تعانيها هؤلاء النسوة، وغياب ذويهن وأبنائهن وأزواجهن وإخوانهن
وتغييبهم في السجون طيلة يعني أو لفترات طويلة وتعرضهم لسوء المعاملة. أخي العزيز، يعني في بعض الأحيان يسمح لأهالي المختطفين بزيارتهم أو التواصل معهم لفترة محدودة وبحضور مراقبين من الميليشيات، ولكن أحيانا يتم نقل هؤلاء الضحايا إلى أماكن احتجاز أخرى كما حدث قبل أيام عندما تم نقل شباب الثورة من السجن المركزي إلى سجن الأمن السياسي أو ربما إلى مكان آخر، مكان احتجاز آخر. وبالتالي هي يعني معاناة الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي لا تقتصر فقط على الضحايا المباشرين لهذه الممارسات الصارخة التي تنتهك حقوقهم، ولكن تمتد أيضا إلى أسر وأهالي ضحايا هذه الاختطافات والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وتزداد معاناة هؤلاء وقلقهم أكثر وتعذيبهم النفسي عندما يتم بين الفترة والأخرى الإعلان عن وفاة تحت التعذيب في هذه السجون أو إطلاق سراح مشلول جراء التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة داخل هذه السجون. وبالتالي استمرار المعاناة هذه الميليشيات المتوحشة في الحقيقة هي تهدف أولا إلى يعني تهدف إلى عدة أمور، من بينها محاولة كسر إرادة المجتمع اليمني الذي يريد إسقاط حكم هذه أو سلطة هذه الميليشيا الإنقلابية غير الشرعية، فهي تحاول كسر إرادة المجتمع اليمني وإخضاعه بالقوة. ولذلك لاحظنا منذ الوهلة الأولى لسيطرتهم على مقاليد السلطة في صنعاء قاموا بقمع كل نشاط سلمي أو تجمع سلمي في صنعاء وغيرها من المناطق والمحافظات، أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين، اختطفوهم، مارسوا التعذيب حتى الوفاة. نتذكر أول حالة وفاة في صنعاء تحت التعذيب صالح البشري عندما اختطف وأثناء يعني مشاركته في مسيرة سلمية للمطالبة معذرة للمطالبة بإخراج الميليشيات من مؤسسات الدولة ومن المدن، وتم تغييبه قسر يعني وإخفاؤه قسريا، وأخرج جثة هامدة ويعني كأول تدشين لجرائم التعذيب حتى الوفاة في أعقاب الانقلاب، واستمر بعد ذلك هذا المسلسل. الأمر الآخر أيضا يعني هم يحاولون يعني بالإضافة إلى إسكات أي صوت يعني معارض أو مناهض لهم، يعني إرسال رسائل أخرى إلى تخويفية إلى المجتمع وإلى حتى أيضا الشرعية والحكومة الشرعية أنه نحن نقوم بما نريد. هذه الميليشيات أصلا تختطف المجتمع كله رهينة، طيب والمعتقلين على رأس حربة هذه المجموعة من الرهائن. في هذه النقطة وبسؤال أخير أستاذ محمد، يعني نحن تابعنا ربما هذه الأوجاع التي نقلتها سواء السيدة نجلاء وكذلك السيد علي الحقب وكذلك أوجاع الكثير ممن يتواصلون معنا وكذلك يتواصلون معكم عبر منظمات الحقوقية. هل الجهد الموجود كافي لأن يدرك من يقوم بهذه الإجراءات أنهم لن يهربوا في نهاية المطاف من هذه الأفعال، وأن العدالة في هذه المسائل ليست يعني لا تسقط بالتقادم في نهاية المطاف؟ هل يكفي ذلك؟ وهل لديهم هذه المعلومات أن هذه عملية التعذيب هذه سيأتي يوم وسيتم إنصاف من تم بحقهم هذه الانتهاكات والتعذيب؟ يعني في الحقيقة أخي العزيز كل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، والجهود التي تبذل اليوم جهود جيدة، ولكن بحاجة أيضا إلى تخطيط جيد وإلى تركيز أكثر وإلى جهد أكبر لإيصال هذه القضايا إلى الآليات الأمم المتحدة ومتابعتها والاستمرار بوسائل الضغط المختلفة. ربما أن السياسات الدولية اليوم تائهة فيما يتعلق بالحديث عن ملفات حقوق الإنسان، ولكن حتما سيكون هناك إرادة دولية يعني قريب أو بعيد عاجلا أو آجلا لمتابعة وملاحقة هذه القضايا. أيضا إرادة العدالة وطموح الشعوب المناضلة التي تطمح إلى كسر القيود وبناء دول يعني يحكمها سيادة القانون وتحظى بالعدالة والأمن والاستقرار، سيكون هناك متابعة وملاحقة لمرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان بالطبع مهما كان حالة القصور اليوم. يعني سيكون بالتأكيد هناك جهد حثيث سواء من الآن أو مستقبلا لتوثيق كل هذه الجرائم وتقديمها إلى آليات الأمم المتحدة، وسيتم محاسبة كل هؤلاء ولن يفلتوا من العقاب. إذن أشكرك أستاذ محمد الأحمد المنسق القانوني لمنظمة الكرامة، كنت معنا في حلقة اليوم، كما أشكر جميع من كانوا معنا ومن حتى من لم يستطع أن يكون معنا من أهالي المختطفين الذين كان يفترض أن
يدلوا بشهاداتهم لبرنامج المساء اليمني. بهذا مشاهدينا الكرام نختتم هذه الحلقة على أمل معالجة ما طرحته الحلقة لهذا الوضع. تقبلوا في ختامها تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.